اخوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. بالنسبه لليوم غادي نحاول نوريكم انا خرجت على برا بالليل. الصراحه كاين البرد، تقريبا الحراره تقريبا واحد ناقص 13 بحال هكاك. دونك اخوتي نحاول نصور لكم شريحه شويه كاين دوك الضوا، حيت قريب ان شاء الله في الشينوا غادي يحتفلوا بالسنه سميتو ديالهم الجديده. دونك ديما كتكون السنه الجديده ديال الصين كتكون ما بين اواخر ديال شهر واحد، وكتكون في يا اما الاسبوع الاول ولا الثاني ديال شهر جوج، كل سنه كتكون مختلفه. دونك غنوريكم شويه على الشوارع ديال الصين كيفاش كتكون عامره بالضوا وداكشي. هانتوما اخوتي كيف ما كتشوفوا معايا كتبان لكم كاع الشوارع كلهم داكشي ديال الضوا والشجار كيكون عامر الضوء. دابا يلا سميتو بحال باقي ما سميتو ما انستالوش كلشي، من دابا تقريبا واحد السيمانه جوج سيمانات ماكسيموم غادي تشوفوا هاد الشارع هذا، غادي يزيدوا مازال داكشي ديال الضوا. وانا فين ما نوصل شي بلاصه نصور لكم ان شاء الله. هانتوما اخوتي غنمشي للمول، المول راه كاين مازال في قدام لهيه، تما فين غادي نشري شي لعيبات. المهم نمشي داكشي ديال الفطور، داكشي اللي كيتكرف الفطور هو اللي باغي نمشي ناخذو تما من هنا. اخوتي كاين البرد بزاف، غير نوصل للمول عاد باش نكمل التصوير حيت يدي كيتجمدوا. هانتوما اخوتي فين ما مشيتي كتلقى هابي تشاينيز نيو يير، فين ما مشيتي انا قربت للمول. هانتوما اخوتي هذا هو المول اللي جاي ليه، جاي لوول مارت. ها ما عرفتش الصراحه واش يبان لكم الفوق ولا لا، راه الفوق على اليسار. هذا هو المول مارت، وهذه هي الحياه بالصين بالليل. على الله غير يكون باقي حال، ما عرفتش الصراحه معاش كيسمع. اخوتي انا راه وصلت دابا للمول، انا نحاول نتقدى شي لعيبات. غالبيا انا بغيت نشري داكشي ديال الفطور هو اللي بغيت نشري الصراحه. هادو تقريبا كيتصايبوا بحال الحلوه كتكون بالبيض، دايره شي 8 كوا فيها 8، نورمالمون غير 4 كيكونوا دايرين 8. دونك كنشري هادي غير بعدا قبل الفطور وداكشي، نشوف الشي الاخر شنو كاين نتقداو. هادشي فهمتي غالي بزاف، هاد الخبز هذا 13 كوا يدوب تقريبا شي 18 درهم مغربية. هذا البتيبان، هذا البتيبان هذا توا راه زوين، هذا داير تقريبا فيها 4 كدير تقريبا شي، هما كناخذ هذه ديال الشوكولاط هي كناخذ فيها 4 ندير شي 7.8. هذه هذه الكرواسون هذا فيها 5 تيدير 7.8، ولكن جو بريفير انا ناخذ هذا، هذا كيكون حسن، هذه بالشوكولاط هي اللي كتكون زوينه. هادشي ديال الفطور هو اللي سميتو ديما ديال سميتو الليمون وخود. هادشي بحال هاد فهمتي، هذا كيكون هذا كيكون نص كيصيبو من الحلو، في هادشي الصفر اللي كيبان لك هاد الدراري فهمتي يردو البال راه كيكون مصيب من الحلو. نشوفو شنو اخر هنا، ما عرفتش الصراحة شنو الحويجات. المهم هادشي كامل كاينين شي حويجات اللي مزيانين كاين شي حويجات اللي عيانين. نشوف الا لقيت الباريزيان، الباريزيان هو اللي بغيت ناخذ، ولكن ما بانش لي موحش واش واقيلا واش بقى ما كيطيرو بيه الباريزيان. هادشي ديال الخبز باغ اكزومبل، هادي ديال الخبز دايره شي 8.50. كاينين هاد الكيكات هادو، بالنسبة للكيكة اللي نصحكم بها هي تاخدو هادي، هادي تاهي مزيانة، هادي دايره شي 89، هادي تاهي في مذاق ديالها مزيانة، دونك ناخدها. هادشي راه غندوز بها انا تقريبا واحد السيمانات ولا ثلاثة السيمانات، داكشي باش خصني نتقدا دابا باش نمشي نستوكي نحطو في الثلاجة عندي، مبقاش اشاك فوا نخرج. هادي دايره 12.80 غالية. هادي كاين هاد الكيكات هادو، ولكن هاد الكيكات هادو المذاق ديالهم عيان، داكشي ما بغيتش ناخدهم. شنو اخر اللي كاين؟ المهم هذا اللي كاين لحد الان. المهم داكشي اللي بان ليا التيفان وهادي. الكيكه ما خديتش منها بزاف، مي ما عرفتش واش ناخد نزيد ناخد ولا لا. هادي دايره 8 ولكن ما فيهاش بزاف، دونك نمشي ناخد نشوف الا لقيت داك التيفان هو اللي ناخد نزيد منه، اولا نزيد داك هاد الكيك هذا ناخد منه واقيلا. ما عرفتش الصراحه شنو ناخد منه، ولكن واش ناخد من هذاك ولا ناخد من هذا.
ناخذ وقلة من الكرواسة ولا ناخذ من نشوفه صافي بركة من حيد من باريزيان ما لقيتوش باريزيان ما بانش ليا هادي بحال الشيبس هادي تاهي مزيانه هادي انا كنسميتو كناخذها بالليل هادي ملي كنكون سهران بالليل كنبقى خدام في الكتبه وهادي وهي اللي كناخذ تاهي مزيانه وكتبقى مرخص من الشيبس هذاك الشيبس العادي اللي شريتيها وهذه حلو سميتو زوينه في المذاق ديالها في الماكله ديالها نشوف اذا كان مازال شي حاجه ديال الخبز نقدر نديها هادشي كامل نمشي نحطو من ستوكي باش مابقاش اشك فوا نخرج هذا وقيلا هذا سميتو داير بحال الباريزيان ولكن ما عرفتش الثمن ديالو هذه دابا هذه دايره 5.80 غاليه الصراحه هاد الباريزيان ديال 24 شحال داير في المغرب 24 ريال دايره هنا كدير 3.60 قول تقريبا شي 5 دراهم مغربيه دونك اخوتي هذا هو تقريبا بالنسبه للبري ديال الخبز بحال دابا هذا الخبز هذا حتى هو زوين ولكن غالي الصراحه داير 8 داير 12 درهم حيت قلب ما تاخذش هذا الشيء نشوفوا هاد الحويجات هادو هاد الشيء ما عنديش معاه الصراحه هذاك داك مولات الحلوه وقال سدات كاين هاد الشيء ديال كاين هادي هادي كتباع بنص كيلو هاي الثمن ديالها بنص كيلو 15.80 نص كيلو هادي حتى هي المهم كلشي كاين هنا نشوفو لقينا شي لعيبه ناخدوها هاد البسكو هاد البسكوي هذا بالشوكلاط هاو دار نص كيلو ديال 25.80 نص كيلو انا ما عندي ما ندير بداك الشيء الصراحه انا لي بسكويت كنت كناخذهم في المغرب بزاف ابري جيت لهنا ما بقيتش كناخذ هذه ديال الشوكلاط هذه شحال فيها نورمالمون هذه بالكيلو الكيلو كيدير 56 هذه دابا كدير 12.80 وقال تكون فيها شي 10 ولا 12 غتكون فيها تقريبا واخا هكا ما غاليش بزاف بحال كتقام عليك لوحدك شحال كتقام لك لوحدك كتقام عليك تقريبا بشي حيت كتقام عليك الوحده تقريبا بشي كواي واحد درهم صراحه مزيانه غير ما عرفتش واش نزعم عليها ولا ما نزعمش عليها هذه حتى هي مزيانه ولكن هذه الا بغيتي تعطيها كادو ما اصلا مصايبين هما علاش في الكادو الصراحه ما عرفتش هذا حتى هو مزيان هذه ولكن غاليه 17 دايره نمشي الا كان شي واحد رخص فيها هو قليل هذه 9.80 ترى هي هذا الشيء باش معمرين من الداخل دونك الفاني تا هو كيتباع بالكيلو راه هما لي بري كيبانو ليكم هنايا هادشي كلشي كيتباع بالكيلو الشكلاط تا هو كيتباع بالكيلو بنص كيلو كاع هادشي هذا كيتباع انا في الشنيه كيتباع بالكيلو نشوفو بلايص خوينا شنو فيهم هذا واقيلا الزبيب هذا الزبيب تا هو كنجي كناخدو من هنايا هادي شحال فيها هادي فيها شي 340 غرام دايره 3.86 اخوتي راه البرد جاي وما نبقاش انا نخرج بزاف اللهم نهز هادشي نستوكي عندي باش نتهنى ملي كتكون عندك كلشي في البيت الصراحة ما كتبقاش مازال تفكر كيجيك الجوع كتبقى تاكلها في البيت هذا سميتو هذا الفيستاش 248 غرام قول الرابعة قول تقريبا 30 كواي باش داير غالي الصراحة اللوز تا هو 34 كواي بحال قلت 214 غرام هادشي كله غالي هنا هذا الحوت اخوتي الحوت نص كيلو كيدير تقريبا 27.80 نص كيلو اكيد اشكال الانواع هذا هو الكروفيت كيدير تقريبا شي راه كاين في الباكي كاين تقريبا شحال
350 غرام دايره تقريبا شي 30 بوال. انتما كلشي راه كلشي موجود. هذا دير تقريبا 19.8. كلشي كاين. انت تلف على الكذاب يقول لك راه ما كاينش الماكله. هذا حتى هو الحم سميتو الحوت حتى هو مقطع لي باكي ديالو. الصراحه كلشي كاين. حتى هادشي فهمتي بهذا الشكل هذا حتى هو كاين. الصراحه كلشي موجود هنا. داكشي الثلج واللحم حتى هي. غير اللحم خصكم ديما سميتو تاخذوها من هذيك المطاعم الاسلاميه. انا بان لي نمشي نزيد واقيلا من داك ديال الحلوه ديال البيض. نمشي نحاول واقيلا نزيد منه. كيف ما قلت لكم حتى الشوكولاته هو فيه فهمتي فيه حتى هو بالكيلو بنص كيلو كلشي كاين. نمشيو نشوفو هذا داكشي ديال الدجاج والحم. الصراحه ما ننصحكمش انكم تاخذوه بحال هادشي. داكشي اللي كيكون في الباكيات ديال الدجاج سميتو غير قلبوا عليه. داكشي كله اول حاجه فهمتي ماشي حلال. ثاني حاجه باسل بزاف. لا هاد المرتديله لا داكشي كامل فهمتي زيرو. لا ما تقرب ليه. نهار تمشي تبغي تجربو غادي تندم على جربتي داكشي حيت الباسل في الماكله وخايب. غتخسر فيها فلوس الصراحه. هانتوما خوتي الفرماج. الفرماج هذيك ديال بريزيدون دايره تقريبا 15.60. راه دايرين ليها تخفيض بعدا. نورمالمون راه غالية خوتي. لي جاي من المغرب يجيب مع الفرماج. راهي هذيك ديال 10 شحال دايره؟ دايره 23.80. قلت تقريبا شي 31 ولا 32 درهم خوتي. هادشي راه غالي هنا. داكشي ديال الحليب غالي حيت ما عندهمش هما بزاف ديال الابقار وداكشي. هادو هادي هي غاليه هنا. هادو الصراحه كنت كناخذ منها ب 4.5. باش نوريكم البلاصه اللي تاخذوا منها. نمشيو نشوفوا بلاصه اخرى شنو فيها. هذا بالنسبه للبنان والديسير. بنان دير تقريبا نص كيلو كدير تقريبا شي 5 كوال. الكيوي راه كلشي كاين. غير واحد الريحه كطلع كاين عندنا واحد المونك حتى هو. المونك داير تقريبا 17.9 نص كيلو. هاد الوقيته راه مازال غالي. راه مازال كينزل الوقيته ديال الصيف وهذا راه كيكون نازل فيه. اخوتي كيف ما قلت لكم بالنسبه للبيض. البيض اخوتي راه كاين الانواع والاشكال. هذا بحال دابا هذا ديال السمان. كاين واحد البيض انا كاع ما عرفتش واش كيدير. هذا واش مسمع شو عوج شو اخوتي. ها هما الاشكال ديال البيض. هذا عاوتاني لي كاليتي في الشكل والانواع الاثمنه كلشي يبان لك اختلاف كبير في الاثمنه وفي زيد الكاوتشن. شو الشكل ديال البيض. انا راه خصني ناخذ وقت البيض باش مازال محتاج وقرا دابا. غنشوف شحال اللي رول الاول عاد باش عاد باش كاين البيض العادي هذا اللي كتشريه نورمالمون. نشوف الباكي هذا هذه تقريبا شحال فيها 10 وقيلا دايره ف هاهي دايره 5.90. غناخد من هادي. ناخذ 10. باقي عندي البيض انا في الكاس. ما بغيتش يتهرس لي. ما جابش معايا الكارطابل. خوتي بالنسبه للعواصير كاين هادشي اللي بحال ديال السبليون ديما هما اللي تزعموا لي هما اللي تاخذوه. كاين هادو ديال ليترو داير تقريبا شي 10 كوال. هادو ثلاثه وقيلا بلاتي نشوف شحال فيهم 300 غرام لا عيان تصيد فيه. المهم هادو خوتي ديال سميتو ديال العواصير. سيرتو داك لومبورت هو اللي تاخذو منه. انا جيت بغيت نتقدى شي حاجه قليله. شوف اخوتي راه دابا هادشي الشيء راه عمر. خصني واقيلا ملي يكون راجع خصني واقيلا خصني نطلب لهم ميكات حيت الميكات كيخلصوا عليهم هنايا.
ونشوف اش كيسميه واش الا كنت راجع واقيلا نشوف الطاكسي ولا شي حاجه. محرش وزير واش نقال المترو. هادو اخوتي هما لي بات، لي بات اخوتي كنجي كناخد هنا ديال الطاليان، هما اللي كناخد. هادي كدير تقريبا شي 10 كواي 83 ديال الطاليان، راه امبورتي باش عرفو راه امبورتي. كتكون فيها هاد الكيتيتا ديال الشينوية، هاهي مكتوبة هنا ايدا ليميان، بالنسبة للناس اللي كيقراو شينوية فيها 500 درهم. هادي كنصيبها نشوف واقيلا نشوف اخرى، هاديك غالية دايرة شي 12.80، دونك ناخد هادي. سباكيتي عندي هاد المجعبة، هادي تاهي راه مازال عندي، دونك ناخد هادي. هادي هي اللي مبقاتش عندي، كنصيبها. هادشي لاخر لي صوص تاهما، راه كلشي كاين هنايا باش تساب لي باط. انا لي صوص وداكشي عندي، راه بلي هادشي تقيل غيجي فهمتي، مايقلتنيش. واقيلا خصني ناخد واقيلا جوج ميكات. المهم تنوصلو لبلاصة الخلاص ونشوفو ديك الساعة كنديرو مع هادشي. انا ديما كنهز معايا ساكادو، اليوم ما هزيتوش. بالنسبة اخوتي لهادشي هانتوما بحال اللي بحال الكاشير، تقدرو تاخدو هذا. هذا داير 16.50، ولكن هاد العلامة هادي اش كتعني؟ هانتوما عقلو عليها مزيان، كتعني تشينجان، يعني حلال. هذا راه مصايب سميتو بالنيورو، شتو بالنيورو زعما باللحم ديال البقري. هادشي اللي لقيتي سميتو بحال دابا هادي لقيتها، ما عرفتيش انت باش مصايبه مكتوبه بالشينويه، مكتوبهش بالانجلي. هادي راه مازال مكتوبه بالانجلي، ولكن هنا راه قريتي هنايا راه مكتوبه البورك، دونك الحلوف. شي لاخر حتى هو راه كاين سميتو، كاين ديال فيه سميتو داك ديال الحلوف وهذا. بالنسبه لاش كيسميو، بالنسبه خوتي للطون، داكشي كيجيني انا هنا غالي بزاف وما كاينش شي مذاق. شو على بها هادي دايره ديال الطون، هادي ديال السردين ولا ما عرف شنو دايره، شحال دايره شي 15.50، والصراحه ما كاينش شي مذاق، المذاق ديالو خايب. راه كاين ديال 10 حتى هي، ولكن داكشي كامل زيرو. هذا ديال الطون حتى هو. انا الصراحه واقيلا مازال عندي شويه الطون، مازال عندي في الدار. ها انتم اخوتي كيف ما كتشوفوا معايا كيبان لكم الاضواء زعما في الشوارع، حيت كيستعدوا دابا باش يحتفلوا بالسنه ديال الصين، السنه الجديده ديال الصين. في الدنيا كلها كتكون على برا زعما، الشوارع كلها كتكون عامره بالاضواء، غير هذا العام هذا راه شويه في المدينه راه ما طاحش الثلج بزاف، دونك راه مقارنه بهذا 4 سنين 5 سنين الاخرى 6 سنين الاخرى كامله كان كيطيح الثلج، وكان كيطيح بزاف الصراحه. مي هذا العام هذا ما عرفتش، يقدر واقيلا غدا يقدر يطيح واقيلا، حيت على حسب الجو كيبان ليا الجو شويه مغيم وداك الشيء، دونك كيبان ليا بانه راه يقدر يبدا الثلج بدا يطيح من غدا. هانتوما اخوتي كيف ما كتشوفوا كوا دايره المدينه، هذه ماشي شي مدينه اللي هي كبيره ولا، نقدر نقول لكم تقريبا كبر من صغيره شي شويه، ولكن انا ملي كنقول لكم كبر من صغيره شي شويه راه عجيب حالاش، راه المهم هي راه كبر من كازا بعدا. مدينة ديال 9 10 المليون بحال هكا دايره، راكم عارفين الشين ورا فيها مليار ونص، راه مدينة ديال 10 المليون يلا كتحسب ما بين متوسطة، باقي ما وصلتش متوسطة متوسطة. المهم هادي هي سميتو كيف ما كتشوفو الشوارع بحال هكا، أهم حاجة نقا و واحد سيكوريزي، وهادي هذا هو اللي كاين. نتمنى اخوتي ان الفيديو زعما يعجبكم وهادي. وثاني حاجه اخوتي كان هاد مولطو باش تشوفوا ما لقاش فين يجي، كنت كنصور وهو يجي لكم قدام، ما بقاش كاع غادي نصور انا. كيف ما قلت لكم اخوتي، حاول اخوتي تبارطاجيو الفيديو ديالي مع الاصدقاء ديالكم ولاشين، ان شاء الله نحاولوا نوصلوا ل 1000 مشترك ان شاء الله. منين نوصلوا ان شاء الله ل 1000 مشترك ان شاء الله نكملوا ديك الساعه اللايفات اللي كندير على الدراسه والمنح وكاع الحوايج ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، ونتلاقاو في فيديو جديد.